المهم انا دابا ملي ما بغاش يدير معايا حتى شي حل ما والو، قال لي سيري ديري اللي بغيتي، انا ما عندي، انا عندي المال وعندي هادي، ما عندي، عندي كاع السلطه كامله راها في يدي، ما عندك ما تصوري مني، انت ما عندك ما تتعرفي حد ما حتى شي حاجه، واخا ديري كاع ادعي لي ولا ديري اللي بغيتي ما عندك ما تصوري. قلت له واخا انا غادي نمشي للمحكمه. المهم دابا راني رفعت الدعوه عليه على اتجاه القضاء باش هو عندي الثقه في القضاء باش ياخذ ديال الحق فيه. وهذا الولد ديالو محمد اللي سميتو كان دائما تاي سميتو تيخلص عليه الكره وتيصرف تيلبسو وتيصرف عليه، ولكن بغيتو انا ندير ليه الوراق ديالو، بغيتو انا يعطيني الحقوق ديالي ماشي غير هاد المسائل هادي، لان الولد خصو يقرا، خصو بزاف ديال المسائل القانونيه، النهار اللي كبر غادي نحصل معاه انا ماشي هو، وانا مستعده لجميع الحاجه اللي تجي لها القضاء مستعده ليها.